يستيقظ المسبار روزيتا بعد سبات عميق دام 31 شهراً ليتجه نحو وجهته الأخيرة وهي المذنب 67 بي المعروف أيضاً باسم تشوريوموف جيراسيمينكو نسبة إلى الباحثين السوفيتيين اللذين اكتشفاه عام 1969. والمذنب غير معروف نسبياً، فلغاية العام 1840 لم يقترب من الشمس أكثر من مسافة 600 مليون كيلومتر، وبالتالي لم يكن بالإمكان رؤيته من الأرض. أما المسبار روزيتا فقد انطلق في رحلة الكيلومترات 700 مليار في 2004، وفي 2011 دخل في حالة سبات لادخار الطاقة، فكان يتقدم من دون تسجيل البيانات. ومن المقرر أن يهبط مسبار صغير يدعى فيلاي موجود الآن على متن روزيتا على سطح المذنب في نوفمبر 2014.